في قناتكم المفضلة الملكة هي العذراء أماري جرجس الأمير. بعد 10 دقائق فقط من دخولها للدير ومقابلتها لأمنا طماء بريني، تم شفاء سوزان مبارك من سرطان الدم. دي صورة سوزان مبارك وطماء بريني. في مواضيع عامة، السطر الذي مررته من وثائق ويكليكس عن اعتناق السيدة سوزان مبارك للديانة المسيحية، وهو أمر مشكوك في صحته حسب الأوراق الرسمية، إضافة إلى أن تسريبات ويكليكس نفسها عبارة عن انطباعات وتحليلات وليست معلومات مدققة، بخلاف أن حرية العقيدة وحرية اعتناق الأديان أمر شخصي لا يجوز المساس به أو الاقتراب منه. ويكليكس قالت في إحدى وثائقها المنقولة عن السفيرة الأمريكية أن سوزان مبارك سيدة مسيحية متزوجة من مسلم، وكان ذلك في معرض تقرير عن الأنشطة الاجتماعية لزوجة الرئيس السابق. تداول الخبر عبر وسائل الإعلام الإلكترونية خلق حالة من الجدل المشتعل على المواقع القبطية حول مسيحية سوزان من عدمه، خصوصا موقع المنظمة القبطية الأمريكية التي نشر قصة تربط بين معجزة صنعتها الراهبة الراحلة الأم إريني ياسا رئيسة دير أبي سيفين للراهبات لشفاء سوزان مبارك. نص القصة التي غاب عنها الراوي أو المصدر يقول: المعجزة دي سمعتها من فم أمنا إريني نفسها على سي دي، والموضوع هو إن السيدة الأولى في مصر سوزان مبارك كانت مريضة بسرطان الدم وتعبت ما بين العلاج والأطباء، وفي يوم كلمتها السيدة سوزان السادات وقالت لها عن معجزات أبي سيفين وإن إله النصارى قادر على شفائها، طبعا مع التعب اللي هي شايفاه قررت التجربة، يعني مش هتخسر حاجة. كلمت السيدة جهان السادات دير أبي سيفين بمصر القديمة وأخذت ميعاد من طماط إيريني بالزيارة في نفس اليوم، بس بشرط إن محدش يعرف بالزيارة دي. وفي الميعاد جاءت جهان السادات ومع سوزان مبارك متخفيتين بالنظارات والإشارة وبدون أي حراسة كأنهم ناس عاديين خالص، وخبطوا على باب الدير وفتحت الراهبة الباب وأدخلتهم بناء على التعليمات المسبقة من أمنا إيريني. قابلتهم طماف إيريني وطلبت منهم الانتظار، ثم دخلت وظلت تصلي ساعات لا أتذكر بالتحديد المدة، وكانت تطلب بشفاعة القديس العظيم أبي سيفين أن يتمجد الله وتخرج سوزان من الدير وهي سليمة 100%. وشعرت سوزان مبارك بسخونة شديدة في جسدها كله، وكانت بالفعل قد تم الشفاء، والآن نحن لا ننتظر منها غير الإهمال لمشاكلنا وتناسيها لوقوف المسيح بجانبها، خوفا منها هي والعائلة على الكراسي والمناصب الزائلة. الغريب أن السياق الذي نشرت فيه هذه القصة غير المترابطة هي مشكلة الطفلين أندرو وماريو اللذان أسلم ولدهما ورفضت والدتهما أن تتم حضنتهما لهم، أي للتأكيد على أن الأقباط لم يستفيدوا من هذه المعجزة. الرواية ضعيفة جدا وغير منسوبة لمصدر، كما أن ذكر اسم السيدة جوهان السادات فيها يضعفها أكثر ويجعل تصديقها مستبعدا، لأن العلاقة بين جيهان وسوزان كانت وما زالت غير حميمة ولم يعرف عنهما اقتراب، مع استحالة تحرك السيدتين دون حراسة أو تأمين. وقد حاول العديدون إثبات الرواية الملفقة بأسانيد تدعمها وإن كانت واهية، فهناك من يؤكد أن أحد الرهبان الكبار قد سمعها من فم الأم إيريني قبل رحلها، وهناك من يقول أن الدير يمتلك سي دي تروي الأم إيريني فيه الحكاية. على الرغم من أن الدير نشر مجموعة من الكتب عن حياة الأم إيريني، منها جوهرة السماء ومنارة الرهبنة وأفاق مجيدة في الحياة الرهبانية وغيرها، ولم تشر من قريب أو بعيد إلى هذه المعجزة أبدا. من ناحية أخرى تلقي القصة انتشارا كبيرا بمرر أنها السبب الرئيسي وراء قرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك بجعل عيد الميلاد 7 يناير أجازة رسمية، وعلى تأكيده في أكثر من حوار على أنه شخصية غير متعصب. وهناك من يضيف على ذلك بأن المعجزة التي حدثت مع مبارك شخصيا
كدليل على التخبط، وهو الأمر الذي يجعله يوافق على إنشاء فرع للدير بالكيلو 39 بالساحل الشمالي غرب الإسكندرية على مساحة 52 فدانا، ليكون ديرا ثانيا للراهبات، ديرا الرئيسي للدير الرئيسي بمصر القديمة، مع تسهيل كل الإجراءات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى إهداء مبارك لعدد من الكنائس الجديدة نجف غالي الثمن. واتردد أنه قام بإهداء قدرائية السمائيين بشمال سيناء نجفة ضخمة. المؤرخ الكنسي نشأة زقلمة، والذي أصدر أكثر من كتاب عن الراهبة إيرين ياسا، قال إنه لم يهتم بكتابة هذه المعجزة في الكتب التي أصدرها، لأنه لا يوجد دليل على هذه الواقعة. وأشار زقلمة أن المعجزة في حالة صحتها لا تؤكد على أن ما حدثت معها شخصية مسيحية، فهناك معجزات تحدث لغير المسيحيين ولا تستدعي تحولها للمسيحية. إحدى الشخصيات القبطية رفض ذكر اسمه، استبعد صدق هذه الرواية تماما ووصفها بالكلام الفارغ، وأضاف قائلا في عصر مبارك وقع نحو 160 حادثا طائفيا ضد الأقباط لم يحاكم فيها أحد، كما لم يصدر أي قانون يستفيد منه الأقباط مثل تجريم التمييز أو دور العبادة أو الأحوال الشخصية. كذلك فإن كتب مهرجان القراءة للجميع التي كانت تحمل سورة سوزان مبارك كانت تحتوي على سلسلة للكتب الدينية الإسلامية، ونشرت السلسلة كتابا للداعية أحمد ديداد بعنوان محمد أعظم عظماء العالم، وهاجم المسيحية ووصف المسيحية بالعنصرية وعدم الرحمة. فهل لو كانت سوزان مبارك مسيحية كانت سوف تسمح بنشر مثل هذا الكتاب؟ نرجع ونقول الرواية التي تقول أنه بعد 10 دقائق فقط من دخولها للدير ومقابلتها لتوماف إيريني شفاء سوزان مبارك من سرطان الدم، هذه القصة قد تكون غير حقيقية. وبصفة خاصة القصة التي تقول أن سوزان مبارك هي مسيحية ليست قصة حقيقية أيضا، كما قلنا أن العلاقة بين سوزان وجان هي علاقة بعيدة المدى عن كل هذا الكلام. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير. إننا نحب أن ننشر الحقيقة لا من أجل الإشهار المسيحية، لأن المسيحية لها إله عظيم يشهرها وحده، ولها قدسيها يمجدون الله ويتمجدون من الشعب من خلال الله العظيم. شكرا لكم أحبائي، ولو أعجبكم الفيديو أرجو الاشتراك في القناة، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام لكم جميعا. وتماضرين في مواضيع عامة، السطر الذي مررته من وثائق ويكليكس عن اعتناق السيدة سوزان مبارك للديانة المسيحية، وهو أمر مشكوك في صحته حسب الأوراق الرسمية، إضافة إلى أن تسريبات ويكليكس نفسها عبارة عن انطباعات وتحليلات وليست معلومات مدققة، بخلاف أن حرية العقيدة وحرية اعتناق الأديان أمر شخصي لا يجوز المساس به أو الاقتراب منه. ويكليكس قالت في إحدى وثائقها المنقولة عن السفيرة الأمريكية أن سوزان مبارك سيدة مسيحية متزوجة من مسلم، وكان ذلك في معرض تقرير عن الأنشطة الاجتماعية لزوجة الرئيس السابق. تداول الخبر عبر وسائل الإعلام الإلكترونية خلق حالة من الجدل المشتعل على المواقع القبطية حول مسيحية سوزان من عدمه، خصوصا موقع المنظمة القبطية الأمريكية التي نشر قصة تربط بين معجزة صنعتها الراهبة الراحلة الأم إيريني يسا
رئيسة دير أبي سيفين للراهبات لشفاء سوزان مبارك. نص القصة التي غاب عنها الراوي أو المصدر يقول: المعجزة دي سمعتها من فم أمنا إريني نفسها على سي دي. والموضوع هو إن السيدة الأولى في مصر سوزان مبارك كانت مريضة بسرطان الدم وتعبت ما بين العلاج والأطباء. وفي يوم كلمتها السيدة سوزان السادات وقالت لها عن معجزات أبي سيفين وإن إله النصارى قادر على شفائها، طبعا مع التعب اللي هي شايفاه قررت التجربة، يعني مش هتخسر حاجة. كلمت السيدة جهان السادات دير أبي سيفين بمصر القديمة وأخذت معاد من طماط إيريني بالزيارة في نفس اليوم، بس بشرط إن محدش يعرف بالزيارة دي. وفي المعاد جاءت جهان السادات ومع سوزان مبارك متخفيتين بالنظارات والإشاور وبدون أي حراسة كأنهم ناس عاديين خالص، وخبطوا على باب الدير وفتحت الراهبة الباب وأدخلتهم بناء على التعليمات المسبقة من أمنا إيريني. قابلتهم طماط إيريني وطلبت منهم الانتظار، ثم دخلت وظلت تصلي ساعات لا أتذكر بالتحديد المدة، وكانت تطلب بشفاعة القديس العظيم أبي سيفين أن يتمجد الله وتخرج سوزان من الدير وهي سليمة 100%. وشعرت سوزان مبارك بسخونة شديدة في جسدها كله، وكانت بالفعل قد تم الشفاء. والآن نحن لا ننتظر منها غير الإهمال لمشاكلنا وتناسيها لوقوف المسيح بجانبها خوفا منها هي والعائلة على الكراسي والمناصب الزائلة. الغريب أن السياق الذي نشرت فيه هذه القصة غير المترابطة هي مشكلة الطفلين أندرو وماريو اللذان أسلم ولدهما ورفضت والدتهما أن تتم حضنتهما لهم، أي للتأكيد على أن الأقباط لم يستفيدوا من هذه المعجزة. الرواية ضعيفة جدا وغير منسوبة لمصدر، كما أن ذكر اسم السيدة جوان السادات فيها يضعفها أكثر ويجعل تصديقها مستبعدا، لأن العلاقة بين جيهان وسوزان كانت وما زالت غير حميمة ولم يعرف عنهما اقتراب، مع استحالة تحرك السيدتين دون حراسة أو تأمين. وقد حاول العديدون إثبات الرواية الملفقة بأسانيد تدعمها وإن كانت وهي، فهناك من يؤكد أن أحد الرهبان الكبار قد سمعها من فم الأم إيريني قبل رحلها، وهناك من يقول أن الدير يمتلك سي دي تروي الأم إيريني فيه الحكاية. على الرغم من أن الدير نشر مجموعة من الكتب عن حياة الأم إيريني، منها جوهرة السماء ومنارة الرهبنة وأفاق مجيدة في الحياة الرهبانية وغيرها، ولم تشر من قريب أو بعيد إلى هذه المعجزة أبدا. من ناحية أخرى تلقي القصة انتشارا كبيرا بمبرر انها السبب الرئيسي وراء قرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك بجعل عيد الميلاد 7 يناير اجازة رسمية، وعلى تأكيده في اكثر من حوار على انه شخصية غير متعصب. وهناك من يضيف على ذلك بان المعجزة التي حدثت مع مبارك شخصيا كدليل على التخبط، وهو الامر الذي يجعله يوافق على انشاء فرع للدير بالكيلو 39 بالساحل الشمالي غرب الاسكندرية على مساحة 52 فدانا، ليكون ديرا ثانيا للراهبات ديرا الرئيسي للدير الرئيسي بمصر القديمة، مع تسهيل كل الاجراءات اللازمة لذلك. بالاضافة الى اهداء مبارك لعدد من الكنائس الجديدة نجف غالي الثمن، وتردد انه قام باهداء قدرائية السمائيين بشمال سيناء نجفة ضخمة. المؤرخ الكنسي نشأة زقلمة والذي أصدر أكثر من كتاب عن الراهبة إيرين ياسا قال إنه لم يهتم بكتابة هذه المعجزة في الكتب التي أصدرها لأنه لا يوجد دليل على هذه الواقعة. وأشار زقلمة أن المعجزة في حالة صحتها لا تؤكد على أن ما حدثت معها شخصية مسيحية، فهناك معجزات تحدث لغير المسيحيين ولا تستدعي تحولها للمسيحية. إحدى الشخصيات القبطية رفض ذكر اسمه استبعد صدق هذه الرواية تماما ووصفها بالكلام الفارغ، وأضاف قائلا في عصر مبارك وقع نحو 160 حادثا طائفيا ضد الأقباط لم يحاكم فيها أحد، كما لم يصدر أي قانون يستفيد منه الأقباط
مثل تجريم التمييز أو دور العبادة أو الأحوال الشخصية. كذلك فإن كتب مهرجان القراءة للجميع التي كانت تحمل سورة سوزان مبارك كانت تحتوي على سلسلة للكتب الدينية الإسلامية، ونشرت السلسلة كتابا للداعية أحمد ديداد بعنوان محمد أعظم عظماء العالم، وهاجم المسيحية ووصف المسيحية بالعنصرية وعدم الرحمة. فهل لو كانت سوزان مبارك مسيحية كانت سوف تسمح بنشر مثل هذا الكتاب؟ نرجع ونقول الرواية التي تقول أنه بعد 10 دقائق فقط من دخولها للدير ومقابلتها لطماف إيريني شفاء سوزان مبارك من سرطان الدم، هذه القصة قد تكون غير حقيقية. وبصفة خاصة القصة التي تقول أن سوزان مبارك هي مسيحية ليست قصة حقيقية أيضا، كما قلنا أن العلاقة بين سوزان وجان هي علاقة بعيدة المدى عن كل هذا الكلام. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير. إننا نحب أن ننشر الحقيقة لا من أجل الإشهار المسيحية، لأن المسيحية لها إله عظيم يشهرها وحده، ولها قدسيها يمجدون الله ويتمجدون من الشعب من خلال الله العظيم. شكرا لكم أحبائي، ولو أعجبكم الفيديو أرجو الاشتراك في القناة، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام لكم جميعا.